انت ايه ذكرياتك مع ميزو؟ ميزو والعربيه وال بتاع ميزو ده نجح لان انا كنت كده. انا في شبابي كده بالظبط، يعني في شبابي كنت يعني كده طايش، وهنا احب امشي ورا دي واضحك مع ده وهزر مع ده، ودي ده مقلب كده خفيف، ودي مش يعني ايه، شايف نفسه يعني واحد عايش شبابه. فميزو كانت نفس الشخصيه. 1 2 3 4 5 6 7 far away ala ala far away and the roi caroni caronette ami bazaza hala zala batta صافي انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انت مش قلتي مش هتسحبي كلمتك؟ ما انا سحبتها. ليه تسحبيها بس؟ ليه ايه ده؟ قصدك ايه؟ لا روح، قصدي ان انا بحبك قوي، انت عنيده وغلاويه. انا اصلي خدتها في الاول مساله كرامه وكنت حركه بدماغي، وبعدين عرفت ان انا غلطانه. بعد ايه يا صافي؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ افندم انت بتتلكك ولا ايه يا معتز؟ ايه يا صافي، دي ما كانتش كلمة قلناها عن الجواز، هتتلككي فيها وتشبطي فيها بقى؟ معتز ان ما بعدتش تجيب المأذون دلوقتي مش هيحصل لك كويس. صافي افهميني. ما فهمش. تبعت تجيب المأذون ولا لا؟ لا هبعت اجيبه، هبعت اجيبه، بس اسمعيني دقيقة واحدة. نعم. صافي احنا لازم نكون واقعيين شوية. أنا عايز فرصة بس عشان قدامي مشروع عظيم، صفقة مضمونة 100%، صفقة بحوالي 3/4 مليون جنيه. طب وإيه اللي يمنع إننا نتجوز الأول؟ ما ينفعش يا روحي، قصدي ما ينفعش يعني إن احنا نتجوز إلا لما أنهي الصفقة دي، وساعتها أقدر أروح لأبوكي ورجلي في وشه وأقول له اسمع يا أخ عبده، هو اسمه إيه؟ عبغني. اسمع يا عبغني، الفلوس المهر ايه؟ ودي له الفلوس على وشه على الجزمه. فهمتك، عايز تنتقم لكرامتك. اديكي فقصتيها لوحدك. خلاص انا موافقه يا حبيبي. اهو ده عيني العقل يا روحي. بس افرض بقى بعد ما الفلوس جريت في ايديك فكرت تتجوز واحده تانيه. معقوله يا حياتي؟ عارف ساعتها هعمل فيك ايه؟ عارف. هتنتحري طبعا. انتحر؟ انتحر عشان واحد خاين وكذاب زيك؟ امال هتعملي ايه؟ ابدا، هقتلك بس. عارفك مجنونه وتعمليها. انا مش بهزر يا ميزو. انت هتخنقيني كده. لا هضربك بالرصاص. تعمليها، ما مخك ضارب. واذا ما كنتش مصدق، المسدس اهو. ده مسدس حقيقي. يا ده محشي ومرخص كمان بتاع دادي، ايه رايك؟ طب ابعديه للسلاح. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.